خليني أبدأ معاكم النهاردة، عندنا موضوعات مهمة، ولكن خلينا نروح لهذا السبق المهم. رسميا بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحي، تفاصيل العقد وكل ما يحتوي هذا العقد، وهنطرح ده للمناقشة مع بعضنا. منذ ما يقرب من ربع ساعة بيراميدز يسدل الستار وتنتهي أزمة أحمد فتحي مع الأهلي وجماهير الأهلي. خلاص مفيش أحمد فتحي في الأهلي زي ما الجماهير عايزاه كده، وأحمد فتحي خلع وبلغ فرار ووقع رسميا لبيراميدز منذ دقائق، وبيراميدز يعلن رسميا التعاقد مع أحمد فتحي. يا ترى إيه تفاصيل هذا العقد وهذا السبق؟ معنا كل التفاصيل. دودي الأهلوية جت، دودي فرحان إن أحمد خلع. بالسلامة، اوعى تقطع الجوابات. ماشي، طيب مباشرة نطير إلى زميلنا الأستاذ أحمد السيد وتفاصيل عقد أو تعاقد أحمد فتحي مع بيراميدز. أستاذ أحمد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيك يا أستاذ عبد الناصر، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعينك في كل مكان. يعني أحمد فتحي خلع، جماهير الأهلي عملت حملة شرسة منذ أيام، لا لأحمد فتحي في النادي الأهلي، بعد تويتات المستشار تركي الشيخ التي فسرها البعض أنها يعني تعود إلى أحمد فتحي، ولكن ما زال السر في بطن الشاعر زي ما بيقولوا، وما زال سر تويتات المستشار تركي غير معروف حتى الآن، كان يقصد أحمد فتحي أو لا يقصده، ولكن في النهاية أحمد بلغ فرار وخلع، وهاشتاك النهاردة أحمد عملها وخلع، طار على بيراميدز وقال لك أنفد بجلدي. تفاصيل التعاقد إذا كانت لديك يا أستاذ أحمد. الأول برحب بيك وبرحب بكل اللي بيتابعوك دايما في كل مكان، ويمكن يعني خلينا نقول بقى يعني أزل الستار على مسرحية وقصة أحمد فتحي وعلاقته بالنادي الأهلي، الملف اللي كان بيتعرض خلال الساعات الماضية كثيرا، وظن البعض أنه سوف يكون هناك تدخل وان بيراميدز سوف يعلن بعدم تعاقد يعني بيراميدز مع احمد فتحي، ولكن الموضوع زي ما اتكلمنا فيه وقلنا من اوله، النادي الاهلي قام بتوجيه الشكر لاحمد فتحي عن طريق لجنه التخطيط بقياده الكابتن محسن صالح، كان في كلام ما بين احمد فتحي ونادي بيراميدز، الامور زي ما حضرتك يعني تفضلت كان في اتفاق مبدئي، وبالفعل يمكن ظن البعض خلال الساعات الماضيه لأن هناك تراجع من صف أو من نادي بيراميدز لضم أحمد فتحي، ولكن في الحقيقة وضحت الآن بأن نادي بيراميدز كان ما زال مصرا على التعاقد مع أحمد فتحي، ويمكن أنا تواصلت أيضا مع يعني المقربين من الكرواتي أنتي تشيتيتش المدير الفني لبيراميدز اللي معجب جدا بأحمد فتحي، وقال إن هو طالب يضم أحمد فتحي وإنه لم يتراجع عن ثقته بضم أحمد فتحي، بل بالعكس هو شايف إن هو لعيب مميز جدا بيلعب في أكثر من مركز، ولعيب هو بالنسبة له مش فارق معاه سنه لأنه موجود ولياقته مناسبة وبيأدي بشكل كويس 90 دقيقة سواء مع الأهلي أو مع المنتخب. ففكرة تراجع المدير الفني الكرواتي لبيراميدز عن ضم وصفقة أحمد فتحي كلام مغلوط تماما، وبالفعل بيراميدز يعني منذ دقائق يعلن رسميا ضم احمد فتحي في صفقه انتقال حر. يمكن بيراميدز كان التفكير انهم مش هيعلنوا هذه الصفقه في هذا التوقيت، لان زي ما حضرتك عارف احنا في لسه في منتصف الموسم والاحوال وكورونا والكلام ده كله، ولكن بسبب ما تم ترديده في وسائل الاعلام وبسبب الاحداث المتلاحقه بخصوص موقف احمد فتحي ومنعا للغط، فبيراميدز منذ دقائق اعلن رسميا ضم احمد فتحي في صفقه انتقال حر مدتها ثلاث مواسم بما تم الاتفاق ما بين اللاعب ونادي بيراميدز. يمكن القيم المهنيه لم تخرج بشكل رسمي من نادي بيراميدز، ولكن مش هتروح كتير زي ما كنا بنتكلم، ربما يكون العقد لمده مواسم يقترب من ال 50 مليون جنيه، ده اللي اتكلمنا فيه قبل كده، لكن خلينا نقول رسميا بيراميدز يضم احمد فتحي ويعلن التعاقد مع احمد فتحي لمده ثلاث مواسم من الموسم القادم. التفاصيل الماديه ايضا نادي بيراميدز هيعلنها، ولكن مش هيعلنها دلوقتي، ربما خلال الايام القادمه، لكن نادي بيراميدز من خلال يعني السوشيال ميديا الخاصه به ومن خلال مديره التنفيذي الاستاذ ممدوح عيد تراه ان يجب اعلان الصفقه منعا للقيل والقال ومنعا للغط، وبالتالي تم الاعلان رسميا
عن تعاقد مع احمد فتحي لاعب الاهلي الحالي في صفقه انتقال حر من الموسم القادم. موقف احمد فتحي طبعا يعني يمكن كان كتب تويتر منذ ايام لما ريفا او اي وسيله اعلاميه خلال الفتره الاخيره، وايضا مع اعلان نادي بيراميدز بالتعاقد بشكل رسمي، يعني يمكن تواصلت مع اللاعب بشكل شخصي، هو يكن كل تقدير واحترام لجماهير النادي الاهلي، وبالتالي لن يخرج اي وسيله اعلاميه او اي وسيله صحفيه او اي يعني وسيله معلومه او مكتوبه او مقروءه خلال الفتره القادمه للاعلان عن انتقاله لنادي بيراميدز، يعني تقديرا واحتراما للنادي الاهلي وجماهيره. ولسه يعتبر حتى في لحظه هو ما زال لاعبا نادي الاهلي وعنده حلم استكمال الفوز ببطوله الدوري العام مع النادي الاهلي والفوز بدوري رابطه الابطال الافريقيه، يعني يمكن كمان قرار الفيفا الموسم لسه ممتد، وبالتالي طب احمد الموسم مع النادي الاهلي علشان هدفه مع الاهلي الحالي الفوز بالدوري، فوز برابطه الابطال الافريقيه. طيب. اللي من معلوماتي ان هو بالنسبه لاحمد في حلم انه يختم مشواره مع النادي الاهلي بالتتويج بهذه البطوله الغاليه له وللنادي ولجماهير النادي، وبالتالي احمد فتحي مش هيتكلم، هو قافل موبايله حتى، ويعني بيكن كل تقدير واحترام للجميع، ومش عايز اسمه يتحط او يتاخد على لسانه تصريحات بشكل خاطئ. هو بالعكس هو لاعب محترم، وحضرتك تعلم جيدا قد ايه هو لاعب محترم، وبالتالي بيكن كل تقدير واحترام للجميع، مش هيتكلم في اي وسيله اعلاميه احتراما لكل الاراء وكل الناس اللي تحدثت، ولكن في النهايه هو دائما بيلتزم الصمت، وخلاص رسميا بيراميدز يعلن بشكل رسمي اللاعب من الموسم القادم في صفقة انتقال حر علشان ينتهي قصة وملف احمد فتحي. طيب. واعتقد جماهير النادي الاهلي دلوقتي يعني اللي كان ما بين مؤيد ومعارض لبقاء احمد فتحي الموضوع واضح، فاعتقد على الجميع هيقول لاعب فتحي شكرا لاعب بدل المزيد من العطاء طوال مسيرته مع النادي الاهلي. يا احمد يا احمد انه يمي مشواره خارج النادي الاهلي، انا اتمنى له كل التوفيق كل التقدير والاحترام لحد بلاعب ذا قيمه احمد فتحي لاعب في صفوف النادي الاهلي. فكره وتفكيره ده حريه الجماهير، ولكن في النهايه هو اختار نادي بيراميدز. شكرا يا احمد رسميا. شكرا احمد فتحي علشان ايوه يا احمد، شكرا جزيلا يا ابو حميد على كل هذه المعلومات، واشكرك على هذه الاستفاضه. شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا جزيلا الاستاذ. شكرا جزيلا. هيعود لنا تاني الاستاذ احمد السيد بعد شويه واخبار النادي الاهلي، ولكن خلينا نقول ان ليس هناك ردود افعال داخل النادي الاهلي. احمد السيد هيعود لنا بعد شويه اذا كان هناك جديد في النادي الاهلي ردا على تعاقد احمد فتحي رسميا، ام سيكتفي النادي الاهلي بما كتبه قبل ذلك بالسلامه والقلب دعي لك. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل بعد دقائق مع الاستاذ احمد السيد. الاستاذ وائل مرئي كتب بيسال بيقول ان بيراميدز لم يعلن عن السنوات. احمد السيد تواصل مع الكابتن احمد فتحي، تواصل مع الكابتن احمد فتحي شخصيا، واحمد فتحي اكد له انه 3 سنوات، واكد له انه يقول رساله على لسانه بننفرد بيها كل التحيه والتقدير لجماهير النادي الاهلي، لن اتحدث نهائيا في الاعلام. اي حد هيقول تصريح على لساني الفتره اللي جايه مكتوب او مقروء او مسموع او مرئي هذا لا اساس له من الصحه، ولن اتحدث نهائيا لاننا في النادي الاهلي وملتزم بالتعليمات، وهناك تعليمات بعدم الحديث في الاعلام، وتقديرا للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي لن اتحدث. مده العقد نحن ننفرد بها 3 سنوات. ده كلام احمد فتحي لزميلنا الاستاذ احمد السيد. ايا كانت التفاصيل ستعلن فيما بعد، وايا كانت الامور ستعلن فيما بعد، ده بس خبر حبينا نبدا به الماراثون اللايف بتاعنا النهارده، لان عندنا موضوعات كتير وموضوعات مهمه جدا 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 لابد ان احنا يعني نتناولها خلال الفتره القادمه بشكل كويس جدا. ده كل ما يخص احمد فتحي، وده كان سبق كان لابد ان احنا نبدا بيه حلقتنا النهارده. نروح لموضوع تاني مهم جدا. المستشار تركي الشيخ يكتب تغريده مهمه جدا 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 منذ دقائق. خلينا اقرا لكم التغريده اللي كتبها معالي المستشار تركي الشيخ، ونقف امامها كثيرا لانها تحمل العديد من المعاني.
من حوالي 17 18 دقيقة أو تلت ساعة بالكتير، ما دام مش عاوزين نقطع الرزق ليه ربنا معاه. برضه كالعادة سطر مكون من كلمة 2 3 4 5 6 7 8 كلمات، ما دام مش عاوزين نقطع الرزق ليه ربنا معاه. وأنا هنا بس عايز أقف قدام حاجة مهمة، التوتين الأولانيين أنا أول واحد قلت مش عايز أخمن ومش عارف معالي المستشار بيكتب عن إيه. بالتويته دي واضح إنه كان بيكتب عن أحمد فتحي، لأن أنا ما أحبش أخمن ولا أتوقع، ولكن واضح بعد هذه التويته إن كان يقصد بالتويته الأولى والتويته الثانية إنه بيقصد ملف أحمد فتحي. النهارده بيقول هو التويته دي بعد إعلان بيراميدز بدقائق معالي المستشار كتب ما دام مش عاوزين نقطع الرزق ليه ربنا معاه. واحنا هنا عايزين نقف قدام حاجه، لما اتكتبت التويته التانيه نبدا مع التفاوض بالتلت من الاول، كل جماهير النادي الاهلي انتفضت ورفضت عوده احمد فتحي للنادي الاهلي. الجماهير كلها، كل جماهير النادي الاهلي اللي معايا في اللايف هنا واللي معايا على الفيسبوك وصفحات الاهلاويه والصفحات كلها انتفضت على بكرة أبيها، وقال لك ما يدخلش النادي والنادي ما يلزموش أحمد فتحي، واتعملت حملات بالتقابلسة إن أحمد فتحي ما يخشش النادي الأهلي. فعلشان كده أنت بدل مش عايزه خلاص، خلاص أنتوا كجماهير مش عايزينه، لأن على كان ما يتكررش مأساة عبد الله السعيد تاني، وأنا بسميها ليه مأساة؟ لأن وقتها معالي الموسيقار تركي آل الشيخ لما الأهلي وجماهيره قالوا عايزين عبد الله السعيد، قعد عبد الله السعيد في النادي الأهلي. وبعد كده طلعت الحملة اللي قالت أحمد عبد الله السعيد ما يقعدش في النادي الأهلي، وبعد كده مجلس الإدارة قال لك مبادئنا لا تسمح بهذا وراحوا عارضينه للبيع. وحصل الصدام وقتها ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بين الموسيقار تركي آل الشيخ. فأنا شايف إن التويتة دي حلت لنا كل الألغاز، وبكده أقدر أقول لك إن معالي الموسيقار تركي آل الشيخ أدار هذا الملف بحكمة وحنكة وعشرة على عشرة. إحنا في زمن موته بنقول الحق، ما بيهمناش حد. هتقول لي ازاي بعد التويته التانيه؟ انا لغايه التويته التانيه كنت بقول انا مش عارف الموسيقار بيتكلم عن مين، هي ترى احمد فتحي ولا حسام غالي، يا ترى مش عارف مين ولا مين، يا ترى مش عارف ايه ولا ايه، يا ترى مش عارف مين ولا مين. لكن دلوقتي بعد الموسيقار ترك ما عمل التويته التالته في هذا الملف، واضح ان التويتين اللي كانوا قبل كده او البوستين اللي كانوا قبل كده كان يقصد بهم معالي الموسيقار تركي آل الشيخ بالتفصيل الممل بما لا يدع مجال للشك، كان يقصد احمد فتحي، لانه هنا فسر كل حاجه وهو يخاطب هنا جماهير النادي الاهلي، ما دام مش عاوزين نقطع رزقه ليه ربنا معاه، مع السلامه خلاص. وهنا اهو يمكن الناس كلها اهو ناخد كام رساله من على اليوتيوب رايهم في تويت الموسيقار تركي آل الشيخ، اهو كلامه مظبوط وجماهير الاهلي فعلا مش عايزاه والله يسهل له. بدأت الرسائل اهو، السيد فؤاد محمد الله ينور عليه دلوقتي مساء الفل للسيد الراوي وكلام مظبوط صح كده، الاستاذ تامر التركي صح كده، عاش ابو ناصر، الاستاذ محمد نجم، الاستاذ رجب مكي بيقول معلم وعمل الواجب وزياده، اللي باعنا خسر دلعنا، خالد جميل ايوه فعلا احنا قلنا مش عايزينه، سلطان الهزلي مع السلامه، علي عبد الصمد كلام المستشار صح مش عايزينه. يبقى كده المستشار تركي آل الشيخ ادار الموضوع بحكمه، رجع لكم احمد فتحي لساعات معدودات بتعطيل عقده بيراميدز من خلال البوستين اللي اتكتبوا قبل كده. اهو مثير جدا، اكونت مثير جدا بيقول لك صح الصح، الاستاذ امير اهو من على اليوتيوب بيقول لك كلام 10 على 10، الاستاذ صلاح بيقول لك الله يسهل له، ابو ناصر عمل الصح، شفاك الله وعافاك يا ابو ناصر، بصراحه ضربت معلم وكده ريحنا. يبقى كده جماهير الاهلي لما عملت الحمله ان هي مش عايزه احمد فتحي، احمد سليمان بيقول لك جدع يا ترك، جدع يا ابو ناصر، ادي جامد يا مستشار، الناس هي شغاله. ده من على اليوتيوب. برضي من على الفيس برضي، يمكن في نفس المعاني مع اختلاف الالفاظ، في نفس المعاني مع اختلاف الالفاظ، كل الناس بتتكلم
واضح جدا من التويته الثالثه ان التويته الاولى والتويته الثانيه كان يقصد بيهم المستشار تركي الشيخ، كان يقصد بيهم ملف احمد فتحي. والنهارده خلاص يا جماعه انتوا مش عايزينه يا جماهير الاهلي، شوف رزقه الله يسهل له، وقفل الراجل الملف بلا عوده في كلمه ونص من غير كلام كتير. فانا شايف ان المستشار استجاب ليكم واداله درس لما عطل التعاقد وخلى كل الاهلاويه يعني فرحانين جدا باللي حصل، وبعد كده هو في استطلاع للرأي عمله الراجل بمعرفته او من خلال الخديوي عزته من على الفيسبوك يقول لك المستشار صح، علاء عبد المنعم بيقول لك المستشار صح، حبيبي ابو ناصر، الاستاذ هاني عيسى، طيب النهايه ايه، ممدوح سلام انه راح بيراميدز. خلاص انت كاهلاوي مش عايزه، انت كاهلاوي مش عايزه، ما دام انت كاهلاوي مش عايزه الراجل يكمل الموضوع ليه؟ خلاص انت اتعطل يعني المستشار كده واضح وقف لك كل حاجه، ده اللي واضح من التويته الاولى والتانيه اللي تفسروا النهارده بالتويته الثالثه او البوست الثالث سواء اذا اعتبرناه بوست على الفيسبوك. فانت كده خلاص جماهير الاهلي بعد البوست الثاني اللي عمله ابو ناصر وقال لك نرجع نفوت من التلت والكلام ده كله، عملت حمله شرسه، لا لأحمد فتحي، لا لأحمد فتحي، لا لأحمد فتحي، لا لأحمد فتحي، لا لأحمد فتحي. أبو ناصر في ظل هذه الظروف واللي بيمر بها العالم مش هيقطع رزق حد، راجل خير وراجل محترم مش هيقف في طريق حد ولا هيقف في سكة حد. بس أنا عايز أقول لأي حد بيشتم من أي نادي تاني ومش عايز أسمي، لأن مش كل اللي بينتموا لأي نادي جلالات أدب وأوساخ، في ناس محترمة وناس ولاد ناس. للأوساخ ولاد الكلب اللي ما بيفهموش واللي شغالين يشتموا، ما حد جاء عند ناديكم ولا حد يتكلم عنكم في حاجة، خليك تلم على وكستك واكفي عليها مجور، وكفاية ان عندك رئيس بيدي الدنيا كلها بالجزم وانت مش قادر تحرر ناديك منه. انا بتكلم على الوسخ قليل الادب اللي بيشتم، مش كل الناس، عشان محدش يحور كلامي. بدل ما تيجي انت النهارده تتطاول على معالي المستشار ولا تطلع تقول مش عارف ايه، ولا بعض الناس اللي هتكتب لي اقول لك ايه مش عارف ايه وتركو والخطيب ومش عارف ايه، واشرب يا تركو واشرب يا خطيب عشان مضى بيراميدز، يا عبيط يا ابن العبيطه اللي عمل كل الموضوع ده، ان الراجل راعى ربنا في احمد فتحي. جماهير الاهلي قالت مش عايزينه، قال له مع السلامه وقال شوفوا رزقكم. خلاص جماهير الاهلي قالت كلمتها. وهنا انا بضرب المثل في التوافق المستمر اللي حاصل ما بين جماهير الاهلي وما بين تويتات المستشار ترك او بوستات المستشار ترك الشيخ ابو ناصر، من غير اضع لسانهم يا فوزي، مش عايز حد يشتم ولا يرد عليهم شويه الاوساخ. اي حد بيشتم ولا تعنيه، لانك انت في النهايه المنافس نحن نحترمه جميعا، لكن هناك قله اوساخ ولاد كلب مش متربيين، لا بيتعظوا بالوباء ولا بيتعظوا بالموت ولا بيتعظوا باللي حاصل ولا بيتعظوا باي حاجه، غير لسانهم وسخ زي رئيس ناديهم. بدل ما يشتم الوسخ الواطي اللي مش لاقي حد يربيه واحنا في زمن الوباء، روح شوف ناديك اللي مسروق 24 ساعه يا موكوس يا ابن الموكوسه، روح شوف فلوس النادي بتاعتك راحت فين، روح شوف النادي المغتصب وانت مش قادر تتكلم، وانت عامل زي الدلدول لا قادر تتكلم ولا قادر تنطق، وكمان جاي تدافع عن الباطل عندنا، لا انت مش عاجبك كلامنا تاخد بالجزمه، لان ما تجيش عندنا ولا احنا عايزينك. لان في النهايه يا ابني فلوس المستشار تركي الشيخ دي اللي كانت معيشاك، ما هو لما رفع ايده انت شحت، مش لاقي لا مرتبات عمال ولا راقي مستحقات لاعبين، انت هتنسى. مش عايزين نفتح الملف ده عشان ملف هيوجع ناس كتير، عشان ملف هيوجع ناس كتيره جدا، الملف ده هيوجع ناس كتيره جدا، لانك انت كنت مثل الشحاته ومدت الايد ومدت الايد. خلي بالك عشان بس تبقى فاهم، راجل معالي المستشار تركي الشيخ ابو ناصر بيخاطب جماهيره اللي بيحبهم بتوع الاهلي، راجل اهلاوي بيخاطب جماهير الاهلي، رئيس شرف النادي الاهلي بيخاطب جماهير الاهلي، عطل لهم موضوع احمد فتحي عشان يشوف رايهم ايه، قالوا له ما يلزمناش احمد فتحي، مع السلامه يا احمد فتحي، مضى بيراميدز، الراجل راح قافل الملف، قال خلاص بدل مش عايزينه خلاص يا جماعة نقطع الرزق ليه، الله يسهل له. انت متضايق ليه؟ بتغلي ليه؟
قاعد على الخازوق ومظبط نفسك عليه ليه؟ هو الحرقان مش قادر يسيبك خالص؟ هو حد جاب سيرتك بحاجة؟ هو حد اتكلم معاك في حاجة؟ راجل بيخاطب جماهيره وحبايبه، لا جاب سيرتك ولا اتكلم عنك بحاجة. يا موقوس يا ابن الموقوسة، يا متعوس يا ابن المتعوسة، روح شوف اللي بيحصل عندك الأول، وشوف مصيبتك وادفع عليها 100,000 مجور جاك واقسى عليك وعلى اللي جايبينك. أنا بس حبيت أرد على التفاعل الهايل اللي عجبني جدا ما بين معالي الموسيقى التركي أرشيخ وجماهير الأهلي، واللي هيموت ناس تنصهم يا عيني عملوا عمليات بواسير، والنص التاني مراهم الحرقان مش نافعة معاهم، والله العظيم ما نافعة معاهم. انت مالك؟ انت حد جاب سيرتك في حاجة؟ بتغلي واغلي يا مهري. ويطلع امبارح رئيسهم العبيط الاهبل المعتوه يقول لك ايه، النادي مفتوح، ويرحب احمد فتحي. يا موقوس يا متخلف، ده اللي بيتلعب ده اكبر منك وقدامك 100 سنة عشان تفهمه. يا اهلاوية عايزين احمد فتحي تحت امرك اهو، ردوا قالوا له بعد البوستين ما يلزمناش، البوست الثالث خلص كل حاجة ابو ناصر، شكرا مع السلامة، ما بنقطعش اي حد. يلا يا ابو حميد والقلب دعيلك، مع السلامة يا ابني. انت زعلان ليه؟ لا جابوا سيرتك في خير ولا حطوك في جملة مفيدة في شر، ولا هم بيعملوا شر اصلا. انت متدخل ليه وحاطط نفسك في جملة مفيدة ليه؟ بس كفاية ان انا اقول لك، لما رفع ايده ابو ناصر اللي اسمه الرئيس الشرفي للنادي الاهلي غصب عن عين اللي جابوك، انت بتشحت لا لاقي مرتبات لعيبة تاني اقولها لك، ولا مستحقات لاعبين، ولا هتقدر تعمل صفقات جديدة، وقاعد تبيع في الحيطان. يا متخلف يا حمار، يا اللي مش عايز تفهم ان النادي بيتدمر بتاعك، بدل ما تروح تنقذ ناديك قاعد لوك 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 لوك، ان كان على النادي المنافس بتاعك ولا رئيسه الشرفي. ما تخليك في ناديك، خليك في ناديك، يخرب بيت دماغك اللي ما بتفهمش بيها. ده احنا في زمن وباء وزمن موت، قاعد افهم فيكم ليا 3 سنين، اقسم بالله العلي العظيم عيجي يوم عليكم، ان كنت حي قولوا الله يبارك له، وان كنت ميت قولوا الله يرحمه. والله العظيم ما هتلاقوا، اقسم بالله اشتروا الفلنات، والله العظيم هيسيبكم ملايين حتى تجيبوا الشرابات بتاعت الفرق الرياضية. والأيام بيننا، الأيام بيننا، الأيام بيننا، تعملوا تقعدوا تعملوا حملات، تعملوا مش عارف ايه، تعملوا مش عارف ايه، تعملوا ايه. الخازوق أنا عارف وجعكم جدا وتعبكم جدا، لكن الأيام بيننا واللي جاي تقيل، وأنا العند بيقول لي يا بابا اوعى تنسى يا انت وهو، واحنا جاهزين لأي حملة، وعالرد زي ما احنا عايزين. تعال محمد عالرد زي ما احنا عايزين، لسه دلوقتي اوريكم. بدل ما انت جاي تتكلم هنا، روح كف وصل بناديك الدرجة انه بيطلع عقد لاعب مضروب، بيطلع عقد لاعب مضروب. هو في نادي في الدنيا محترم تطلع ما تلاعب تقول احنا ما مضيناش، ولما يقدرنا ماليا يبقى مش عارف ايه؟ في نادي محترم بيديره واحد محترم يقول له الناس قاعدة تكتب الدين اللي عليك يا مديون يا شحات؟ ده نادي عظيم بجماهير عظيمة بكيان عظيم، لكن انتوا هؤلاء القلة المرتزقة اللي بتشتم المدفوعة منه، انتوا اللي دمرتوا كل حاجة ودمرتوا النادي. والأيام بيننا، وهتشوفوا نتيجة سكوتكم على الباطل. لكن باقي الجماهير عظيمة والكيان عظيم، وانا مش عايز اقول اسماء عشان محدش يزعل مني، الكيان اكبر منكم اصلا، الكيان اكبر منكم اصلا. نرجع تاني لأحمد السيد ونشوف ردود الأفعال في النادي الأهلي، إذا كان في ردود أفعال على الإعلان الرسمي لتعاقد أحمد فتحي مع بيراميدز، وردود أفعال المستشار تركي آلشيخ وما كتبه على صفحته على فيسبوك. سيد عشان نبقى بس قفلنا الملف ده، أنا شايف حالة من التفاهم تعب ناس كتير قوي ما بين الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المستشار تركي آلشيخ وما بين جماهير الأهلي العظيمة اللي هم بالملايين في كل العالم. حالة محترمة، حالة كان فيها فرحة وبهجة لما لبّلهم طلبهم ورد الاعتبار لما عطل عقد أحمد فتحي، وحالة في أحلى وأحلى لما سابه ياكل عيش واتكل على الله من غير ما يوقف مستقبله، بعد ما الجماهير قالت ما يلزمناش في النادي. وأنا شايف يعني
قمة الكيمياء الغير مرئية والغير مقروءة والغير مسموعة والغير مشاهدة ما بين الرئيس الشرفي للنادي الأهلي وما بين جماهير النادي الأهلي. بس ده بس في ملف النادي الأهلي أهو أهو، جبنا سيرة حد تاني بنتكلم في ملف، لما بنتكلم في ملف ما بنجيبش ملف المنافس، بنحترم كل الناس ونفضل ندافع عن عن الأندية الشعبية الخمسة، أهلي زمالك إسماعيلي اتحاد مصري، هم اللي قاعدين لنا، هم اللي قاعدين لنا، هم اللي قاعدين لنا، هم اللي قاعدين لنا. لكن الأيام بيننا، وهتشوف أي حد بيدافع عن باطل هيشوف بنفسه النهاية السوداء. بس اوعى تنسى يا أنت وهو إنك أنت كنت بتشحت ودلوقتي بتشحت، بس كنت لاقي اللي بيأكلك، دلوقتي مفيش، فحالتك صعبة. فأنت لسه ياما هتشوف الأيام اللي جاية، ياما هتشوف الأيام اللي جاية يا حبيبي، ياما هتشوف، ياما هتشوف. خلينا نروح للنادي الأهلي مرة تانية ونشوف ردود الأفعال، إذا كان هناك ردود أفعال. أستاذ أحمد السيد، السلام عليكم. طيب لسه ما جاش؟ طيب ماشي، طيب يلا اتصل بسرعة. بدل ما جاي تتكلم على أحمد فتحي والرئيس الشرفي للنادي الأهلي وتقول أحمد فتحي ضحك عليهم، يا بل هو كان يقدر يعمل أي حاجة غير لما يتساب يعمل. أنت بتفهم حاجة أصلاً؟ روح شوف بس النجف مين اللي سرقه الأول، شوف النجف مين اللي سرقه الأول، روح شوف النجف مين اللي سرقه الأول. علاء عبد المنعم بيقول لك كلنا ترك آل شيخ، حق جماهير الأهلي إنها تفرح. بكر الراعي أهلاوي والفخر ليا، مع السلامة يا أحمد فتحي وشكرا للمستشار. يا جماعة أنا أهلاوي والزمالك جمهور. هدي جاب سيرة الزمالك، لما بنتكلم عن ملف ما بنجيبش ملف منافس، إحنا بنخاطب ناس هم عارفين نفسهم يا صديقي. الزمالك نادي عظيم وكيان عظيم، ولا يقدر حد يسأله بأي حاجة. لايكات والنبي لو سمحتوا، عشان الزبانية بدأوا يهلوا. لايكات على قد ما تقدروا والنبي، فيسبوك ويوتيوب، لايكات لو سمحتوا. بدأوا يهلوا على كان يعطلوا التفاعل. لايكات. سامي الحلو من على اليوتيوب، ناخد كام رسالة. تسلم يا ابو ناصر. سيد الراوي شكرا يا ابو ناصر. الأستاذ شتا حبيبي يا عبد الله يخليك. صلاح حجاد بيقول لك هو النجف راح فين؟ والله. الاستاذ احمد سعيد، هو عمال الزمالك فين؟ هنفتح ملف عمال الزمالك دلوقتي وباقي الملفات بس نخلص الاهلي. تركي حبيبي الاهلاويه، اشرف يوسف، الاستاذ حضرتك سيدي الكل يا عم الله يخليك، ربنا يكرمك. ابو ناصر كفى ووفى. تركي حبيبي الاهلاويه. خالد رسائل كتيرة جدا والله جاية على اليوتيوب. عادل سالم، مساء الفل يا عادل. طب ناخد كام رسالة من الفيسبوك عشان الناس ما تزعلش. الأستاذ نزيه، مساء الفل يا أستاذ نزيه. نجيب عبد التواب، مساء الفل يا عم نجيب. ترك مية مية. درش العندليب، الله ينور عليك. الله يخليك. الأستاذ هشام محمد، أنت المحترم، منور يا حاج النيل أهم، أشكرك شكرا جزيلا. هاني فوزي، تحية للمستشار، ولا يهمك يا عبد، المستشار عمهم يا عم الله يخليك. احنا بس خلي بالك، ليس دفاعا عن احد، احنا بنحلل الموضوع بس. كان وصلتني بعض الرسائل انه بدو كل، يعني المستشار تعبهم جدا، مع المستشار تركي آل الشيخ. ابو ناصر ما بنيمهمش الليل، كل ما يعملوا حمله تفشل يروح يخترعوا حمله جديده، يروح مديهم على قفاهم يروح يخترعوا حمله، ياخدوا على قفاهم ويخترعوا حمله جديده. استاذ احمد السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر. يعني ردود الافعال يا احمد، اذا كان هناك ردود افعال، جنة دلوقتي ولكن اخبار غير مؤكده ان الاهلي سيجمد احمد فتحي لنهايه الموسم، صحه هذا الكلام من عدمه؟ ردود الافعال داخل النادي الاهلي وردود الافعال من جماهير الاهلي، سواء على تعاقد احمد فتحي رسميا مع بيراميدز واعلان بيراميدز، او على ما كتبه معالي المستشار تركي آل الشيخ ابو ناصر. خليني ابدا يعني ما تم ترديده من قبل البعض بان الاهلي يجمد احمد فتحي لنهايه الموسم، هذا كلام عادي تماما من الصحه، وبالتالي يعني يمكن حتى الموضوع ده تم ذكره بعد ما اعلنت حتى لجنه التخطيط عن عدم التجديد لاحمد فتحي وتوجيه الشكر ليه، لان برضه الاهلي بيقاس بمعايير احترافيه والامور بتدار بمنتهى الاحترام والاحترافيه، والنادي الاهلي مش هياخد قرار الا لما يكون المدير الفني اللي هو مستر فايلر هو صاحب القول الفصل، وبالتالي قرار تجنيد احمد فتحي هو غير
صحيح تماما وعاري تماما من الصحه. احمد صبحي لعب في النادي الاهلي حتى نهايه الموسم، مقيد في القائمه المحليه، مقيد في القائمه الافريقيه. الاهلي عنده عديد من المباريات مهمه الفتره القادمه باذن الله بعد عوده الدوري، فقرار تجنيده ده عاري تماما من الصحه، لان الرؤيه الفنيه في مستر فايلر ربما، وده يعني بشكل اوقع، ويمكن احنا قلنا قبل كده مستر فايلر يكون تفكيره ان خلاص احمد صبحي مش مكمل معايا، ربما تركيزه يقل، يدي الثقه لمحمد هاني اللي كان بيلعب اوقات على احمد صبحي، فاتبع بمحمد هاني الفتره القادمه لانه مكمل معايا. دي رؤيه فنيه النادي الاهلي ربما يكون في تفكير فيها لمستر فايلر. لكن التجنيد كده يعني عنوان كبير كده بدون اي تفاصيل، ده كلام مغلوط تماما. مستر فايلر ده عنصر من عناصر الفريق احمد فتحي، وبالتالي فايلر هيستعين بيه، لكن الرؤيه الفنيه في الاول وفي الاخير ليه، ربما مع عوده الفريق للتدريبات يبقى ليه رؤيه فنيه مختلفه. ده بس القرار ان الكابتن محمود الخطيب يجمد احمد فتحي كلام يعني عاري تماما من الصحه. الاهلي بيقدر قيمه احمد فتحي وتم توجيه الشكر ليه، يعني قصه احمد فتحي مع النادي الاهلي انتهت، احمد فتحي كان مستمر نهايه الموسم وبعد كده لبيراميدز. تعقيب بعد انتقال او اعلان بيراميدز انتقال احمد فتحي ليهم من الموسم القادم، مفيش اي رد فعل رسمي من النادي الاهلي، ويمكن تواصلت قبل كده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، يعني قال لنا خلاص بقى احمد فتحي بالنسبه لنا المفاوضات الموضوع انتهى، ولجنه التخطيط وجهت الشكر ليه، وبالتالي مفيش كلام في هذا الموضوع، هو الموضوع بيخص اللاعب فقط. وبيراميدز اعلن رسميا خلاص يعني منذ دقائق، وكمان في تصريحات لهاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز اللي قال ان زي ما انا قلت لحضرتك من شويه كان المخطط عدم الاعلان عن التعاقد في هذا التوقيت، ولكن ما حدث من لغط خلال الفتره الماضيه خلى نادي بيراميدز يقدم على اعلان التعاقد، وقال ان احمد فتحي لاعب كبير وما حدث له في الفتره الاخيره لا يليق بتاخيره بتاريخه، وبالتالي قررنا الاعلان من مبكرا علشان نرد على كل ما تردد في هذا الشان. قال المدير الفني الكرواتي كان متمسك باللاعب ولم يحدث خلال الفتره الماضيه انه تراجع عن موقفه، وبالتالي قررنا ان احنا نحط النقط فوق الحروف، وبالتالي تعاقد مع احمد فتحي. مفيش كلام عن ان احنا في وقت من الاوقات قررنا التراجع عن الصفقه، وبالتالي احمد فتحي معانا من الموسم القادم، ايا كان الموسم هينتهي امتى مع النادي الاهلي بالنسبه لفتحي هو موجود معانا من الموسم الجاي. ده رد فعل رسمي من نادي بيراميدز الذي اعلن رسميا عن انتقال فتحي، ويمكن انا قلت من معلوماتي هي طبعا صفقه لمده 3 مواسم، ولكن خليني اقول برضو ان النادي الاهلي مفيش اي رد فعل رسمي، ولكن جماهير النادي الاهلي طبعا تفاعلت مع بوست معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي علق على انتقال احمد فتحي لبيراميدز، وقال ناس عارض ليه يعني ما دام مش عايزين، في اشاره طبعا ان النادي الاهلي قفل هذه الصفقه وخلاص طالما ما فيش رغبه في اعاده اللاعب، لان زي ما شفنا جماهير النادي الاهلي في الفتره الاخيره البعض رفض عوده فتحي مجددا، وبالتالي بوست معالي المستشار تركي آل الشيخ وكانه يخاطب جماهير الاهلي انه لن يتدخل طالما جماهير الاهلي لا ترغب في تواجد اللاعب من الموسم القادم، ونقطع الرزق ليه. طبعا كلام واضح واعتقد الامور واضحه، يمكن جماهير النادي الاهلي خلاص علاقتها باحمد فتحي انتهت، كل تقدير والاحترام لاحمد فتحي كلاعب يعني، لكن احمد فتحي قيمه كبيره خلينا نديله حقه، لاعب بحجمه، لاعب في صفوف المنتخب، قيمه كبيره لا خلاف عليها ادبيا وفنيا، ولكن هي دي كره القدم. جماهير النادي الاهلي اكيد كانت تتمنى تواجد فتحي، ولكن بعد اللغط اللي حصل وجلسات المفاوضات والمهله 48 ساعه خلت طبعا البعض من جماهير الاهلي يبقى مش مرحب بتواجد فتحي، فحصل كل ما تابعناه خلال الايام الماضيه ليفضل القطار عن هذا الفيلم وانتقال احمد فتحي رسميا لبيراميدز من الموسم القادم. طيب بشكرك على هذه المتابعة الدقيقة وردود الأفعال ورصد كل الأمور. خلينا نروح مباشرة إلى أسئلة الناس وما لديك من أخبار، ولو سمحت نسرع الريتم من غير تكرير يا أبو حميد. أول حاجة، ترى من سيلبس إشارة الكابتن رسميا بعد أحمد فتحي إذا كان لديك معلومة؟ شرط الكابتن رسميا بعد احمد فتحي حتى هذه اللحظه حسام عاشور، لان هو لسه مكمل مع نادي الاهلي الموسم ده، لكن طبعا بما ان حسام عاشور ما بيلعبش فالشناوي هو كابتن النادي الاهلي بالاقدميه يعني.
طيب اشكرك. يبقى كده احمد فتحي، حسام عاشور، احمد فتحي كده، يبقى الشاره محمد الشناوي. طيب دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب اخبار النادي الاهلي النهارده، اذا كان هناك اخبار بعد ما اغلق ملف احمد فتحي رسميا، وحسام عاشور ما زال ينتظر الجميع رده وهو يفكر بهدوء حتى لا نكرر الكلام اللي قلناه، ليس هناك جديد في ملف حسام عاشور، والراجل بيفكر، ربنا يكرمه ويهديه للصواب، وهو أضرب مصلحته، وأكيد هيعلن قراره النهائي خلال أيام، فليس هناك جديد في ملف حسام عاشور. ماذا لديك من أخبار أخرى في ملف النادي الأهلي؟ يعني يمكن رسميا الاتحاد الافريقي لكره القدم كما انفرضنا بالامس ومنذ ايام حتى اعلن عن تاجيل دوري رابطه الابطال الافريقيه والكونفدراليه لاجل غير مسمى. فالنادي الاهلي رد فعل رسمي عن هذا التاجيل. طبعا الكابتن طارق عبد الحفيظ مدير الكوره اكد ان طبعا النادي الاهلي متقبل هذا القرار، لان في الاخر صحه اللاعب وصحه المواطن هي الاهم، والظروف الحاليه كانت تحتم لدخول هذا القرار، ولكن طبعا النادي الاهلي مستعد وكل استعداده لعوده الدوري العام في اي وقت، وان في متابعه مع اللاعبين بشكل جيد لمعرفه الامور هتكون ماشيه ازاي الفتره الجايه. يمكن كان في اتصالات وان كانت غير رسميه ما بين النادي الاهلي واللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكوره علشان التاكيد على رغبه النادي الاهلي في رغبته في استكمال الدوري العام، ورفضه بشده ما تردد من قبل بعض الانديه بالغاء المسابقه، والحمد لله اللجنه المؤقته يمكن حصل تصريح من الدكتور جمال محمد علي واليوم ايضا تاكيد بنيتهم استكمال مسابقه الدوري العام. ايضا الاهلي كمان كان في محاوله لمعرفه موقف الاجانب، خصوصا ان زي ما حضرتك عارف الاهلي عنده 6 لاعبين اجانب، يعني جيرالدو، اليوباجي، اليوديانج، الرايي، علي معلول، ازارو، 6. طبعا هو منهم علي معلول بيعامل معامله المصريين على اعتبار ان هو مستفيد بشمال افريقيا، لاعبي شمال افريقيا اللي بيعاملوا كمعامله المصريين. ربما ردد البعض ان في نيه من اتحاد الكوره لتعديل عدد الاجانب في الانديه، ولكن حتى هذه اللحظه اتحاد الكوره ما فيش رد فعل رسمي، لان الاهلي عنده 6 دول في الموسم الحالي مقيدين، وبالتالي الاهلي عايز يبقى في رؤيه للموسم القادم فيعرف الموقف ايه. يمكن اتحاد الكوره ما عندوش نيه حتى هذه اللحظه لتعديل عدد الاجانب، ولكن ربما يكون في تفكير ان معامله لاعبي شمال افريقيا تتغير ويصبح لاعبين اجانب، علشان كده الاهلي بيطالب اتحاد الكوره بحسم هذا الملف مبكرا. كمان عندي تصريح مهم من كابتن عمرو انور مدير فريق الشباب مواليد 99، اللي بيقول ان في تنسيق كامل بيحصل مع لاعبي الفريق الاول، وان كابتن فتحي مبروك على تواصل على طول مع مستر فايلر، وان الفترات القادمه هيكون فيها ايضا يعني محاولات لتفاهم اكثر وتنسيق اكثر والاستفاده بشكل اكثر من لاعبي فريق الشباب لدعم الفريق الاول. ده مهم جدا. كمان الاهلي برضه بخصوص ملعب مختار التتش وتجديد ملعب مختار التتش، يعني يمكن من معلومات الاهلي حابب يلجا في هذا الملف، ولكن بينتظر التوقيت المناسب علشان ملعب التدريب يقدر يتعاقد مع شركه اجنبيه تقدر تشتغل على ملعب التدريب بشكل مميز، لكن هياخد من 2 لـ3 شهور، فلسه الامور مش واضحه لرؤيه الدوري العام وعوده الفريق للتدريبات، وبالتالي ده مأجل هذا الملف. خلال ايضا الايام القادمه هيكون في جلسه ما بين مستر فايلر ولجنه التخطيط، ولكن احنا اتكلمنا وقلنا ان مستر فايلر طالب ببديل لاحمد فتحي كظهير ايمن، بالاضافه الى مطالبته بالتجديد لرمضان صبحي، وبما ان التجديد لرمضان صبحي او تجديد اعاره رمضان صبحي هيبقى امر مبالغ فيه من هيدرفيلد الانجليزي، وبالتالي الاهلي ايضا بيتحرك في بديل لرمضان صبحي، بالاضافه طبعا لمتابعه ملف المعارين اللي قلنا اقربهم للعوده محمد شريف من الاندي، اكرم توفيق ايضا من الجونه، وربما باسم علي لانه بيلعب يعني في مركز الظهير الايمن. اخيرا تصريح مهم لوائل جمعه يعني ردده الاهلاويه بعد اعلان بيراميدز بتوقيع احمد فتحي، قال بتمنى له التوفيق، اختيارك ولابد من ان احنا نحترمه، في الاخر احمد فتحي كان عنده مشوار كبير داخل النادي الاهلي ودافع عنه بكل فخر واخلاص، نادي الاهلي لم يقصر في محاوله الاحتفاظ به، ولكن في النهايه هو اختياره ولا بد من احترامه، واعتقد يعني تصريح مهم وعلى لسان كل اهلاوي وعلى لسان انا شخصيا برؤيه احمد فتحي، واحمد فتحي لاعب كبير وفي نفس الوقت خدم النادي الاهلي كثيرا في مباريات عديده، فدلوقتي الاهلي وجماهيره بيقولوا له شكرا ونتمنى له التوفيق في
في اي نادي تاني. شكرا جزيلا استاذ احمد فتحي على كل استاذ احمد السيد على كل هذه المعلومات، وبضم صوت لصوتك، وما فيش احسن من الاحترام. تحيه لاحمد فتحي، لاعب كبير واخلص، واعتقد ان الملف حسمه جمهور النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا يا احمد محمد. شكرا جزيلا، تحت امرك. شكرا.